بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير وبركه. إذن انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة التي تتوالى على أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين. انطلاقات شيقة في هذا الصباح الباكر. إذن في هذه اللحظات ننطلق مع الانطلاق ومع مع من يسيطر على مقدمة الشوط. نرى في هذه اللحظات الانطلاق مع الواصل. الواصل في هذه اللحظات بأدائه يصل إلى مقدمة هذا الشوط ليتوج نفسه بطلا لهذه الانطلاقة. الواصل عايد ملكيته لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي ومحمد بن غافان الجابري في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة الواصل في مقدمة الشوط. إذا نقلتنا إلى ثاني المراكز ونرى التحديات الملحوظة من بداية هذه الانطلاقة مع سلهود. سلهود يصل في هذه اللحظات على ثاني المراكز، وعايد ملكية سلهود لسمو الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم وراشد بن سالم الشاوي في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة سلهود. إذن ثالث المراكز ونرى وصول كذلك من قبل ظبيان. ظبيان يصل في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وخليفة بن سالم بالضبيعة في عملية التضمير والمتابعة. إذن على ثالث المراكز نرى وصول ظبيان لسمو الشيخ حمد بن راشد المكتوم وخليفة بن سالم بالصقعة في عملية التضمير والمتابعة لانطلاق الظبيان. إذن نقلتنا إلى رابع المراكز ويصل مشجي. مشجي يصل في رابع المراكز، عايد ملكية مشجي لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم وسالم بن علي بن بخيت في عملية التضمير والمتابعة. إذن خامس المراكز نرى وصول كذلك لمزعج. مزعج يصل في خامس المراكز، وكذلك عايد ملكية مزعج لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان آل مكتوم وسعيد بن علي الحميري في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة مزعج هنا على خامس المراكز. إذن خمسة أسامي، خمسة شعارات، خمسة نجوم ينطلقون باحثين عن السيارة وباحثين عن الزعفران وباحثين عن الكثير والكثير مما يحمله لنا الفوز من معنى. إذن الانطلاقة والمسيرة تسير بخير هنا على مقدمة الشوط العودة مع من يسيطر الواصل. الواصل يواصل أداءه على مقدمة هذه الانطلاقة متربعا على عرش الصدارة. الواصل عايد ملكيته لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي ومحمد بن غافان اليابري في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة الواصل على مقدمة الشوط. نرى وصول لمزعج. مزعج وصل في هذه اللحظات وانتقل من المركز الخامس إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. عايد ملكية مزعج لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة مزعج على ثاني المراكز. ثالثا نرى في هذه اللحظات وصول من مشجي. مشجي يصل على ثالث المراكز ولا زال محتفظا بهذا المركز حتى هذه اللحظات. ومشجي تعود ملكيته لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم وسالم بن علي بن بخيت في عملية التضمير ولا بن بخيت. إذن يا بن بخيت هنا على ثالث المراكز، ولكن ينخطف ثالث المراكز من قبل سلهود. سلهود يصل في هذه اللحظات عايد ملكيته لسمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم وحمد بن ضعيف بن قدير في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة سلهود على ثالث المراكز في هذه اللحظات. النقلة وإياكم إلى خامس المراكز، ويصل في هذه اللحظات سلهود. كذلك سلهود في هذه اللحظات على خامس المراكز، يعود ملكية سلهود لسمو الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم وراشد بن سالم الشاوي في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة سلهود على خامس المراكز. خمسة نجوم وخمسة عمالقة هنا متواجدين على مقدمة هذا الانطلاق ومقدمة هذا التحدي الكبير والمثير لانتزاع السيارة وانتزاع الزعفران وانتزاع الإنجاز الذي هو غال على قلوب الجميع. إذن العودة دائما إلى من يسيطر على مقدمة الشوط. هناك نرى انتقالا ممتاز وملحوظ وتسلل في هذه اللحظات من قبل مزعج.
مزعج يتسلل في هذه اللحظات الى مقدمة الشوط، مزعج تعود ملكيته لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة مزعج. اذا مزعج هنا على مقدمة الشوط، على مقدمة هذا التحدي الكبير والمثير الملحوظ في هذه اللحظات. اذا ثاني المراكز نرى كذلك التسلل من قبل من يصلنا هنا سلهود، سلهود يصل في هذه اللحظات على ثاني المراكز من الجانب الأيمن. نرى التحدي مع سلهود وسلهود وعاد ملكية سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد المكتوم وحمد بن ضعيف بن غدير في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة سلهود هنا على ثاني المراكز من الجانب الأيمن. ولكن نرى كذلك التدخل القوي والعودة من الواصل، الواصل في هذه اللحظات يعود إلى مقدمة الشوط وإلى مقدمة هذا التحدي الكبير والمثير. اذا الواصل يعود ملكيته لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي ومحمد بن غافان اليابري في عمليه التضمير والمتابعه لانطلاقه الواصل الذي يعود لاسترجاع الحقوق المسلوبه منه على مقدمه هذا الشوط ومقدمه التحدي الكبير. يصل في هذه اللحظات على رابع المراكز، هنا نرى التدخل من قبل سلهود الذي يصل على رابع المراكز. يعود ملكيه سلهود لسمو الشيخ راشد بن محمد مكتوم وراشد بن سالم الشاوي. ولكن نرى من الجانب الأيمن التدخل من قبل ركن هنا في هذه اللحظات، أحد أركان الناموس في هذا الشوط وأحد أركان أربع مراكز متقدمة. إذا ركن يصل في هذه اللحظات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة التاني محمد بن خالد العطية في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة ركن. إذا نعود مع المقدمة، نعود مع التحدي، نعود مع الإثارة المرافقة لانطلاقة سلهود. إذا سلهود على الصدارة، سلهود يقود المسيرة خير قيادة وخير ريادة على مقدمة هذا الانطلاق وهذا التحدي الكبير. سلهود على الصدارة عايد ملكيته لسمو الشيخ مكتوم بن محمد المكتوم حمد بن ضعيف بن غدير في عملية التضمير والمتابعة. إذا سلهود لا زال على الصدارة، عايد ملكيته لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن ضعيف بن غدير في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة سلهود على أول المراكز. إذن المشاركة القوية كذلك من قبل مزعج، مزعج على ثاني المراكز وعائد ملكية مزعج لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة مزعج على ثاني المراكز. يصل في هذه اللحظات ركن يصل في هذه اللحظات على ثالث المراكز، عائد ملكية ركن لسعادة الشيخ القعقاع بن محمد بن خليفة الثاني محمد بن خالد العطية. يتابع ركن على ثالث المراكز. رابعا أصبح من نصيب الواصل، الواصل في رابع المراكز عايد ملكيته لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي محمد بن غفان اليابري في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة الواصل على رابع المراكز. يصلنا في هذه اللحظات سلهود على خامس المراكز، تعود ملكية سلهود لسمو الشيخ راشد بن محمد المكتوم وكذلك راشد بن سالم الشاوي في عملية التضمير والمتابعة. اشتدت المعركة ووصلوا الجماعة. اذا نعود مع الصدارة، نعود مع التحدي والإثارة، نعود مع القوة على مقدمة الشوط. اذا في هذه اللحظات المنافسة الشديدة من قبل سلهود وكذلك مزعج، مزعج وسلهود. اذا التحدي واضح والإثارة متواجدة في هذه الانطلاقة. يصلنا اسم جديد وهو جمران يصل على ثالث المراكز. تعود ملكية جمران لسمو الشيخ محمد بن ذياب آل نهيان وكذلك حامد بن علي بن أحمد في عملية التضمير والمتابعة. يصل في هذه اللحظات كذلك من يصلنا هنا على مقدمة الشوط وينتقل انتقالا ممتاز. هنا ركن ينتقل انتقالا ممتاز إلى مقدمة الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني محمد بن خالد العطية في عملية التضمير والمتابعة لانطلاقة ركن الذي ينطلق إلى المقدمة، ينطلق إلى الصدارة، ينطلق إلى الناموس. ولكن وصول من جمران يصل في هذه اللحظات، ينتقل انتقالا ممتاز إلى مقدمة الشوط. جمران تعود ملكية جمران لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان
حامد بن علي بن احمد في عمليه التضمير والمتابعه لانطلاقه جمران. يا سلام يا سلام يا سلام، اشتدت المعركه وبانت التحديات لانتزاع السياره وانتزاع الناموس. يا سلام يا جمران، جمران وسلهود يعود، سلهود اعود الى مقدمه الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن ضعيف بن قدير في عمليه التضمير والمتابعه لانطلاقه سلهود على مقدمه الشوط. يصل كذلك جمران لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان الهيان، حامد بن علي بن احمد في عمليه التضمير والمتابعه. يصل ركن على ثالث المراكز، عايد ملكيته لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني، محمد بن خالد العطيه في عمليه التضمير والمتابعه. يا سلام يا سلام يا سلام، اشتدت المعركه ولا زال سلهود على الصداره، لا زال سلهود على مقدمه الشوط. وصل مخاصم يصل في هذه اللحظات، تعود ملكيه مخاصم لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن سعيد بن منانه متواجد في هذه الانطلاقه، لكن نعود مع سلهود ومخاصم وسلهود. اللحظات الاخيره، الامتار الاخيره، سلام على هذا الانطلاق وعلى هذا التحدي، ولكن لا زال سلهود لا زال حتى الامتار الاخيره. سلهود عايد ملكيته لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن ضعيف كذلك الثاني موصول له. اما ثاني المراكز سنرى مخاصم لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، وكذلك ثالث المراكز نرى وصول القسام عايد ملكيته لهجن الرئاسة. أما رابع المراكز ركن يصل في رابع المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. إذن مشاهدينا متابعينا الأعزاء، عشنا لحظات من الإثارة ولحظات من التحديات حتى الأمتار الأخيرة. ها هي لحظات الوصول، 13 دقيقة 34 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. نزف التهاني والتبريكات إلى مالك سلهود سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. إذا ثاني المراكز يصل في 13 دقيقة 35 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. نزف التهاني والتبريكات إلى مالك مخاصم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. أما ثالث المراكز فيصل في 13 دقيقة 37 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. نزف التهاني والتبريكات إلى مالك القسام هجن الرئاسة. إذا مشاهدينا متابعينا